السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم اليوم بوصفة جديدة بالقناة، هي وصفة المقالي المشكل. فأنا رح أحط لكم الأساسيات بهاي الوصفة، لكن أنا رح أعمل كذا شكل من مثلا البيتنجان، رح أعمل منه كذا شكل. فأنا حاطة الأساسيات بالوصفة، وبعدين رح أحط الشغلات، يعني كل وصفة شو بدها. أنا عندي هون بيتنجان، عندي فليفلة خضرة، في عندي حرة وعندي حلوة، ليموني، في عندي بندورة مستوية، بصلي، توم، عندي بطاطا، كيلو بطاطا، عندي زيت القلي، زهرة، عندي خضار مشكلة مجهزتهم، عندي خس، جرجير، هدولي هيك بقطعهم جاهزين بخليهم للوصفة، وعندي خبز مقلي، وعندي لبن وطحينة وملح. ومنفرجيكم تطبيق كل وصفة، لأني رح أعمل مطبق ورح أعمل يعني صحن من كل شكل. فأنا رح فرجيكم هاي الأشكال اللي رح أعملها كل وحدة ووصفتها. في اللي قلت لكم إنه من الباذنجان رح أعملكم منه كذا شكل. باذنجان ما فيني أقطع مثل ما حضرت لهدول، لأنه بس قطعته رح يسود ويخرب، بدي أقطع فورا بلش إلي. هلأ في عندي للمطبق، في عندي البندورة المترومي والبصلي والفليفلة الخضراء، نوعين، في حرة وفي حلوة، هاي طبعا اختيارية النكهة. في فليفلة مجروشي، في عندي شوية فلفل أسود وشوية زيت زيتون، لأنه الباذنجان مقلي ما رح كتر كتير زيوت فيه. رح أقيم هاي من قدامكم مشان فرجيكم باقي الوصفات، مشان ما يعني ما خربطكم. هلا رح فرجيكم الوصفة الثانية. طبعا وقت بدي يصير طبق، وقت التطبيق بفرجيكم كل وحدة لحالها كيف عم تطبق، بس هلا مشان فرجيكم الوصفة شو بدها. كمان بالاضافه للباذنجان المقلي اللي بدي اقطعه مكعبات مثل هاي البطاطا، بدي اعمل فتوش المقالي اللي هي بدها خبز المقلي وتوم وليمون ولبن وملح طبعا، والبطاطا المقطعه. هدول بطاطا مقطعه رح اقليها هي والباذنجان مثل بعضهم مقطعين هيك مربعات، وطبقهم بالوصفه مع الخبز والخضار. هلا بترم احضر الفليفلة، الإضافات اللي بدي أحطها للمطبق. فعم أقطع الفليفلة، بحب أقطع بهذا الشكل. وهون أنا قشرت البندورة، عندي اللهم صل على سيدنا محمد 9 حبات بندورة وسط، عندي 9 حبات بندورة رح أقطعهم هيك، قشرتهم ورح أقطعهم مشان المطبق. انا اكله المقالي يعني صح هي كلمه مقالي، بس هي اذا بدك تعمل الواحد مقالي هيك مزبوط بدها تحضير. انا البندوره عندي طبعا ما أنا هالبندوره الحمراء كتير، بس يعني الحمد لله 40 تفي بالغرض. رح اقطع البصل مشان المطبق. تحبوا تقطعوا شرايح، تحبوا تقطعوا هيك، ما رح اقطع غير نص بصل لانه الكمية عندي قليلة. البصل الثاني بغلفها وبطبها بالبراد، ما بيأثر، برجع بستخدم. قلت لي انا بدي احضر صلصة المطبق، رح علق على الزيت يسخن وبلش بالقلي. هلا رح بلش بالمطبق، دبلت عندي البصلة، رح نزل عليها الفليفلة، قلبهم شوي ببعضهم. هلا رح نزل البندورة عليهم، ممكن البندورة لأي تحتاج معلقة دبس بندورة إذا كانت فاهي لونها، بحط الله إياها. وأنا وقت بشوفها يعني إذا احتاجت بحط الله إياها، ممكن دبس فليفلة حرة إذا بتحبوا الحر، بس أنا حطيت فليفلة حرة ما في داعي. خلي التوابل لبعد ما تغلى البندورة شوي، بحط لها اياهم وبحط له معلقة من بودرة الماجي. هلا رح احط له الفلفل المجروش والفلفل وغطيهم واتركهم هيك، وبس قليت الباذنجان نزلوا بقلبه.
مطبع ما بقلي كبير، بقلي قطع صغيرة يعني ما بحطهم قطع كبيرين. باذنجانات بلش فيه زهرة، المطبع ما بخليه يغمق لونه كتير، خليه هيك لونه حلو مشان ما يعطي لون غامق للبندورة ويغمق لونه، فاخده هيك يكون ظريف كتير قليو هيك مثل جنح الدبور. أنا بالعادي إذا صلصة البندورة جاهزة صفيه من المقلة وبحطه بقلب البندورة، بس لسه ما جهزت عندي، رح أحطه على محارم كمان بخفف منه شوية زيت بين ما تجهز عندي البندورة ونسقط الباذنجانات بقلبها. وهلا عندي هون البندورة استويت، رح نزل فوقها الباذنجان. بس رح رش رشة ملح مشان الباذنجان، رح غطيه واتركه على هادي. وهيك طفيت على المطبق صار جاهز، وهي هاي وصفتنا صار جاهزة. ان شاء الله بفرجيكم اياها بمرحلة التقديم. وقمت هدوليك مشان بفرجيكم الوصفة الثانية مشان ما تخربطوا. الوصفة الثانية كمان بالاضافة للباذنجان المقلي اللي قلت لكم انا ما رح اقدر اقطعه مثل ما انا مقطع البطاطا مشان ما تسود، يسود الباذنجان. الباذنجان بدي اقطعه فورا بلش اقلي، بده بطاطا مقطعة فتوش المقالي اسمه، بطاطا مقطعة. عندي هاي الخضرة المقطعة مشكلة فيها جرجير، فيها خس ملون، ملح، عندي ليموني معصورة، وعندي 3 سنان ثوم، وعندي لبن، والخبز المقلي. هدول لفتوش المقالي كمان بقيمة من قدامكم مشان كمان ما تخربطوا بهالوصفة، لكن وقت التطبيق رح يكون سهل عليكم الموضوع باني افصل لكم كل وحدة كيف عم تتطبق. لفتوش المقالي رح اقطع البطاطا بهذا الشكل، وكمان رح اقشر باذنجاني اقطعها كمان مثل هذا التقطيع، لانه رح اقليهم هيك مني، هدول رح اقليهم مكعبات. هيك رح طالعون طالعون دغري على محارم. هدول قدر الامكان بقيم منهم زيت، يعني بحاول انه ينشف زيتهم قدر الامكان، لانه رح تكون نوعا ما مثل سلطه بارده، ما بدي اياها يكون فيها كتير زيوت. رح اقلي البطاطا مكعبات، نكون حذرين شوي مع الزيت. هيك أكلات لو تحضرت على حين ما بيأثر، تتحضر تتاكل باردة، يعني ما بيأثر علي أي شيء، فينكم تحضروه على حين وترتاحوا. هون بطاطا كمان مكعبات طالعتها، وأنا هلأ لفتوش المقالي رح احط ثوم باللبن ورح احط له ملح واخلطه ببعضه، بس ما رح اضيف عليه ابدا يعني اي اضافه رح احطها رح افرجيكم اياها ان شاء الله. بس هلا رح احط عليه ملح، حاول تكون كميه ملح ما في، ورح بخلطهم، رح احط لهم عصرة ليموني، بس هدول اللي بدوق فيهم اللبن بروبوا شوي، بس أكثر من هيك ما بحط لهم.
وهلا بفرجيكم طريقه التطبيق. وهلا بعد ما خلطت اللبن مشان فتوش المقالي، هلا رح نزل البطاطا المقطعه على الخبز، خبز مقلي، ورح نزل باذنجان. هاي الاكل كثير طيبه، وبخلطهم هيك ببعضهم. وهلا هيك بصف الخضار فوق البطاطا والباذنجان والخبز المقلي. شو ما احلى المنظر عن جد، يعني هي نوع من انواع المقبلات لكن يعني مشبعه. وهلا فتوش المقالي بعد ما حطينا الخبز مع البطاطا والباذنجان المقطعين المقليين، حطينا فوق الخضره، نسكب فوقهم اللبن والثوم والليمون والملح مخلوطين مع بعضهم. الوصفه الاخيره من وصفات الباذنجان المقلي كمان، باعتبار احنا ما عندنا باذنجان صغير نلاقي امتى ما بدنا، فانا بساوي فتت المقدوس لكن باذنجان كبير. لفتت المقدوس بحاجه انا لكاسة لبن، ليموني معصوره، معلقة 3 معالق طحيني، معلقة دبس بندورة، وأربع سنان توم، وخبز مقلي. بحاجة للحمة للوجه ومكسرات. أنا قلت لكم إني أنا بقلي المكسرات بقليها وبحطها بالفريزر، وإمتى ما بدي إياها بطالعها، وإنتوا بتحطوا عليها حسب شو، حسب إنتوا اختياركم، بتكون لوز، بتكون جوز، بتكون سنوبر، كاجو، أي شيء متوفر عندكم حطوا، ما بيأثر. ما متوفر مكسرات على فكرة يعني ما كتير بتعطي النكهة، بس هي مجرد للجمالية. ومفرجيكم ان شاء الله تطبيق الوصفة. وهلا هذا الباذنجان قلت لكم اني انا رح اعمله فتة مقدوس، رح بقشره يعني خط ايه وخط لا، يعني رح خلي شوية قشر باذنجان هيك حبال حبال. وهلا رح بلش بالباذنجان لفتة المقدوس. وهلا لتحضير فتة المقدوس انا لازم ذوب معلقة البندورة شوية مي مشان وقت طالع الباذنجان اغلي شوي بمية البندورة، وهاي المي لازم ببقى بتقطع الخبزات المقليات مشان يعطوا نكهة للخبز. باعتبار عندي الباذنجان بدون ملح، فانا رح احط ركز ملح المي هون مرقة البندوره، رح خلي ملحها يكون كتير راكز عشان كمان الباذنجان ما يضل بدون ملح. وهيك باذنجان فتة المقدوس طالعوا، بحاول قدر الامكان اقيم من الاكلات المقليه الزيت. عم حوس اللحمة لفتة المقدوس، بعد ما غليت مرقة البندورة رح نزل باذنجان وحدي وحدي. وقلت لكم أنا مرقة البندورة حاطط لها ملح، إن شاء الله يطلع كافي. طالعون وصفون فوق الخبز المقلي. كثير لذيذة هالأكلة، هيك فيها نكهتين يختلطوا ببعضهم، هي اللبن الطحينة والبندورة. رشيت لها للحمة هون رشة فلفل أبيض. أنا الأكلات اللي بحط لها لبن أو طحينة ما بحط له فلفل اسود عشان ما تعطي لون غامق للاكل. هلا هون اللحمه تقريبا جاهزه عندنا، راح نطبق الوصفه، واخر شيء بنحط اللحمه على وجهها. الثوم فوق الطحينه، وراح نزل عليهم لبن. وهلا راح ركز ملح الطحينه واللبن لفتة المقدوس، وراح احط لها
عصرة ليموني وبخفقهم كتير منيح. أهم شي الخفق بالطحينة مشان ما تعمل كتل. وهلا مرقة البندورة اللي غلينا فيها الباذنجان رح نسكب منها فوقه والطحيني، خلطة الطحيني والليمون والثوم رح اسكبها هيك فوقهم كمان. تخيلوا على المنظر، مو بس منظر حتى النكهة سبحان الذي خلقها ما أطيبها. أنا هون عندي 200 جرام لحمة، يعني هذا ما نو طبق جانبي، لا تعتبر أكلة يعني أساسية. ومنزينها من أي نوع مكسرات موجودة عندكم. وموضوع المكسرات هذا كما قلتكم اختياري، موجود بينحط، ما نو موجود ما نو أساسي، هو مجرد زيني. ولقيت الكاجو أنا أطرى بما أن الأكل يعني بيلبق إن شاء الله، ويا رب تنال إعجابكم وجربوه على طريقتنا وإن شاء الله بتنجح معكم. يعني وأكيد مقالي بدون بطاطا ثوم وكمون ما بتزبط، فعم بقلي لي شوية بطاطا كمان هيكي عشان حط عليها ثوم وكمون وفليفلي. وهيك صارت جاهزة هاي البطاطا المقلية اللي كلنا منتذكر وقت كنا صغار أحلى لحظة عنا وقت نسرق قطعة بطاطا ونهرب فيها، وكانت أطيب قطعة بطاطا ناكلها. رح تبل البطاطا، طلع سناي التوم هاي الثوم حسب الرغبة، انتو بتحبوا تحطوه لا حطوه، لا ما بتحبوا لا تحطوه، بس هيك سبحان الله بتعطي نكهة كثير طيبة. ورشة كمون، يا سلام على الريحة. وإذا بتحبوا معها رشة كزبرة مطحونة ناعمة يابسي عادي كمان ظريفة الكزبرة طيبة. ورشة فلفل ناعمة. عم أقطع الباذنجان مشان أقليه، يعني لقيت صار عندي للأكلات اللي بدي إياها وهاي زيادة، فهدولي عم شرحهم هيك مشان أقليهم قلي. هلا رح رش عليهم رشة ملح ونزلهم بالمقلي. رشيت على الباذنجانات رشة ملح، بقلبهم بعضهم وبنتظر مشان أحطهم هلا بالمقلي. رح صغر قطع الزهرة، ما بصغرون انه كتير افرطون، بس انه مشان ما يضلوا قطع كبار افردون شوي عن بعضهم. وبدي احط عليها ملح. هلا هن لسه متلجين شوي، بحاول شوي اني صغر القطع ملح وبجهزون وبتركون لوقت القلي. بعد ما هيك بقسمون بساويون قطع، ما بخليهم هيك كبار، بصغرون شوي. آخر مرحلة بالقلي هي الزهرة لأنها بتاخد معي وقت. رح بقليها بين ما أحضر السفرة وبتطلع الزهرة إن شاء الله بتكون سفرتنا جاهزة. وهيك الزهرة صارت جاهزة معنا لأنها كانت مفرزة أساساً، بتطلع دايبة دوبان، يعني أساساً نكهتها كتير كتير طيبة بتطلع. وأنا رشيت لها ملح قبل القلي، هلأ هيك حط لها الكمون، بيلبق لها الكمون للزهرة. وراح احط لها كمان رشة فلفل معنا. راح احط عليهم هدول التومات، هدول سنايتين توم هرستون، راح هيك شوي ببعضهم، هيك روشهم ببعضهم قد ما بقدر، سخنين هني بس قد ما بقدر هيك اقلبهم. رشة حط عليهم عصرة ليموني.
وهيك وصفتنا المقالة صارت جاهزة، يا رب تنال إعجابكم. يعني كل القصة هي باذنجان، عملنا منه قلينا التوم باذنجان، عملنا هون الفتوش مقالة، عملنا فتة المكدوس، عملنا المطبق من الباذنجان، وبطاطا توم وبهار والزهرة. عاد ما رح تعرفوا وصفاتي، جربوها إن شاء الله، جربوها تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.